مساء الخير. النهاردة حلقة مساء الخير يا عيلة، وأولا خلوني أحيي حضراتكم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ساعات معدودة ويجي لنا عيد شم النسيم. يا رب كلكم تنبسطوا وتفرحوا وهيصوا وانسوا الهم والغم والسياسة. كل عيلة عبارة عن شجرة، والشجرة بيبقى لها فروع. في عيلة فروعها بتبقى قليلة، لكن عيلتنا النهاردة مميزة بسم الله ما شاء الله، فروحها كبيرة ومنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، لكن جذرها الأساسي موجود فين؟ في محافظة الشرقية. العيلة دي طلع منها لواءات شرطة وضباط ومستشارين وناس كمان شغالين في الاقتصاد. العيلة دي كمان كان ليها دور بارز في الحركات الوطنية المصرية على مدار التاريخ. النهاردة بتشرف لي عائلة نجم من محافظة الشرقية اللي موجودة برضو وما تنسوش في كل محافظات مصر. خلوني أرحب بضيوفي. هبدأ بالمهندس أحمد سلطان. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. صديقتي الإعلامية مع عثمان. أهلا بيك يا محمد. الأستاذة لميس علي نجم بنت الراحل علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق، والمهندسة نهى نجم. أهلا بيكم. قبل ما نبدأ حوارنا مع عيلة نجم النهاردة نطلع نشوف هذا التقرير اللي تصور من عزبة نجم. يا ابتسامة فجر هلت بددت ليلي الحزين، يا ندى الصبح اللي سأسأ فوق خدود الدبلانين، بل شوقهم صح لون الورد فوقهم، كل خد وشمله وردة، مين يدوقهم غيرك انتي. جدي الكبير اللي هو نجم الكبير ده يعني هو يعني مصدر الخير كله لعائلة نجم. كان راجل يعني مكافح، وكان اصلا كان هو اصله هو اخواته كان سته جم من الشام. في هذه الفتره كان هناك رجل ذو شخصيه عظيمه جدا، وهو يعتبر من مؤسسي الاسره، وهو شواد في بيك نجم. كان مرجع نسبه للسيده سيدنا علي ابو طالب رضوان الله عنه والسيده فاطمه زوجته، فكان يعني دايما من الأشراف. ومن بعض الذكريات التاريخية أنه عندما أتى عرابي، وكانت هناك معركة عرابي في التل الكبير، وهي على مقربة بعض الكيلومترات البسيطة بينها وبيننا، وكان تمركز جيش عرابي في منطقة التل الكبير، كانت الأسرة ترسل إلى الجيش المصري بقيادة عرابي، كانت ترسل له بعض المؤن وبعض والأغذية. كان بيتاجر زي ما قلت ستك في الحبوب زمان اللي هي القمح الشعير الذرة، وحتى أنعم عليه الولي بلقب بيك. ومن الأسرة ظهرت قيادات عظيمة جدا، منها ضباط كبار في الجيش المصري، ومنها بعض الدكاترة الأطباء العظماء. كان من أشهر أبنائها اللي هم كانوا في البنوك كان الوزير كان علي نجم محافظ كان البنك المركزي الله يرحمه. دي نبذة بسيطة عن الأسرة وعن شجرة العائلة التي تعتبر مرجع لنا كلنا في الأسرة. أصله شاف صورتين جمال في العيون الطيبين، مصر في العين الشمال
وانت في العين اليمين. بجدد التحية بحضراتكم، والنهاردة مساء الخير يا عائلة، وبيشرف لي في استوديو عائلة نجم الموجودة بشكل مكثف في محافظة الشرقية لكن ليها فروع منتشرة في مختلف محافظة الجمهورية. هبدأ بالأستاذ أحمد سلطان اللي بيشرف لي النهاردة. أهلا بيك يا أحمد بيك. أهلا بيك يا فندم. عاوز أسألك عن تاريخ عائلة نجم، جت منين، قصتها، استوطنت فين، وهكذا. في إيجاز حسب طلبكم. أسرة نجم، أولا من حق كل إنسان أن يعتز بأسرته طبعا، ومن حق كل إنسان أن يفخر بحسبه ونسبه. نعم، ولهذا نحن نفخر بحسبنا ونسبنا ونحن موجودين معك اليوم. هنبتدي بتاريخ قديم شوية، لأن نجم دي من 500 سنة. نعم، عائلة نجم في جمهورية مصر العربية من 500 سنة بالضبط. نعم، ولكن أصل العائلة، العائلة تنتمي إلى ابن عكاشة. ابن عكاشة ده صحابي جليل، ونحن أسرة نجم أبناء ابن عكاشة. ابن عكاشة الذي طلب إلى الرسول أن يحشره مع 700,000 المبشرين بالجنة. هم مش المبشرين 10 زادوا؟ لا لا، ده في 700، في قصة أخرى. 700 أو 70,000. خلينا نقول أن الجد الأكبر عكاشة طلب من الرسول أن يحشر مع المبشرين بالجنة. بدون ذكر الأرقام بس. فالرسول قال له ولك هذا يا عكاشة. حتى أن أحد الجالسين قال له وأنا يا رسول الله، قال سبقك إليها عكاشة. وأصبحت المقولة المشهورة أنه سبقك إليها إليك إليها عكاشة. تنتسب القبيلة أيضا إلى عقبة بن عامر، أحد القضاة الذين شاركوا في فتح مصر، وتوفى ودفن في جبل المقطم. أبره موجود؟ لا لا. هذا ما دعا العبقري أحمد فؤاد نجم ليعيش بالمقطم، وليطلب أن تكون جنازته في مسجد بالمقطم، لأنه يعرف أن جده مدفون في هذه الأرض. طيب هتوقف هنا بقى. فضل. شاعرنا الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم يرتبط بهذه العائلة؟ ماء في الماء. من كتاب بدائع الظهور في وقائع الظهور، عشان يبقى فيه ده جاي مقصر ومقصف، عشان يبقى فيه مرجع عيلة رسمية. أيوة. سجل شجاعة شيخ العرب نجم. نعم، سجل شجاعة شيخ العرب نجم ضد العصاة من بني قرطام في عهد السلطان قنصور الغوري. وفي نفس الكتاب جاءت الأخبار من الشرقية أنه وقعت معركة مهولة بين شيخ العرب ببرس ابن بكر وبين شيخ العرب نجم، وانتصر فيها الشيخ نجم، وقد خلع عليه السلطان لقب الشيخ. أي. ولمتابعة تحرك هذه القبيلة، نعرف أن رجالها اشتركوا في الفتوح الإسلامية في الشام ومصر، وقد استقر بعضهم في فلسطين في بلدة تسمى سلمى. حضرتك كده بتشرح لي الدور التاريخي او التاريخ في عجال، تاريخ عائلة خطوتين نجم. وهننتهي الى نجم. الذين سلمى، عشان عايز ادخل على نجم بتاع الشرقية بتاع النهاردة. والاراضي اللي انتوا في حوزتكم اللي انتوا خدتوها. ماشي يا وأطلق وسعر الفدان كام علشان اعرف احنا قاعدين مع كام مليون. انت بتكلم خبير زراعي. اطلق عليهم السواركة، ونزح بعضهم الى مصر وانتشروا بالشرقية ومنها الى محافظات اخرى، واطلق عليهم اسم المقاطعة. طيب لو انتوا رحتوا محافظات اخرى، عيلة نجم الشرقية ومحافظات ايه تاني؟ المنوفية اللي منهم المحافظ كان اسمه ايه، نجم برضه، من الأسرة. نعم. وديار بنجم والأسرة وكفور نجم. لا ده كده شرقية، أنا بتكلم أنتوا المنوفية. أسرة نجم بالمنوفية، أسرة نجم بالقليوبية، أسرة نجم بأسوان. يعني أنتوا وصلتوا برضه للصعيد. وفي ضراو كمان، ونجا حمادي وأسوان. الأسرة انتشرت في هذه المحافظات، والقبيلة انتشرت في هذه المحافظات. نعم. أما نجم الحديث ففي حادث واحد نتحدث عنه في نجم بداية تعاصره.
نعم واطلق واترك كلام لاخوات الافاضل. في عصر نجم الحديث نعم حفرت قناة السويس. ولما حفرت قناة السويس شركة قناة السويس أبرمت عقدا مع الحكومة المصرية لتكون الأراضي المتاخمة لترعة الحلوة المسماة حاليا بترعة الإسماعيلية ملك لشركة قناة السويس. احتج الأهالي وقادهم نجم محمد نجم الكبير قاد الأهالي وقام بتحرك إلى الحكومة المصرية وجمع الأموال ودفع ثمن هذه الأرض حتى لا تؤولوا إلى المستعمر. وأترك الكلام لحضرتك لا متواصل مع حضرتك بس عايز أسألك في عجالة في كم ديار أو عزب أو كفر باسم نجم في الشرقية ولا في الشرقية وغير الشرقية؟ اديني إحصائية. مش أقل من 10 في الشرقية. بلاد مدن بقى يعني بلاد يعني في عزب وفي كفور وفي بلاد 10. طب ده كويس يعني كده ممكن تشكله يعني لا مش هنشكل حاجه بتخلص ايه ما موجود 10 يا ما نشكل بس الخير. طيب هرجع لي او هبدا مع نهى نجم. ممكن تقابلي حد من عيله نجم وما تعرفهوش ويقول لك انا من قلب العيله وبيحصل ده دلاله على كثره انتشارها؟ ده حقيقي فعلا. انا يعني بتبقى حاجه جميله جدا ان انت تبقى داخل اي مكان وبتدور على حد يساعدك وتلاقي حد قريبك يقول لك انا انت نجم وانا كمان نجم. فدي حاجه مشرفه وحاجه بتسعدني جدا. حصلت لي الموقف ده كذا مره في مطار مصر في دبي قابلت حد نجم وفرحت قوي وخلصت لي الباسبور بسرعه. ف بتعرفي ده ازاي؟ يجي يقول لك انا من عيله نجم لما يقرا جواز السفر بالظبط. ما بيخش في اي مكان ده انت نجم ده فلان هنا في نجم كمان تعالي عرفك حظك لو كان موجود في الجمارك يعديك ده بالظبط ده شيء من غير جمارك يعني. هل في ملامح لسلالة نجم مثلا؟ فعلا في لميس عايزه تجاوب اتفضل. يعني الملامح بتاعتنا بتبقى كلنا زي بعض تقريبا. الطول الشكل لون العين يعني كلنا عندنا سمة واحدة بنقدر نلاقي بعضنا بسهولة. كلنا حلوين الله عليك كلنا حلوين. ومين اللي بتتكلم معه؟ عثمان جميلة الجميلات ربنا يخليك يا رب. ميرسي يا عثمان. والدتك سوريا نجم. والدتي سوريا اول ست تحصل على ليسانس في الادب ولسانس الحقوق. ليسانس ده في العيله. واول مذيعة حقوقيه تلتحق بالاعلام وبالاذاعه حضرتك. الوالده والخاله كمان مجيده نجم الاثنين اعلاميه. ده اللي خلاكي تلجئي بقى يا مها للاعلام. البيت حاسه ان انا طالعه في بيت يعني. طبعا والدتي كانت وكيل وزاره ومستشار رئيس الاذاعه وخالتي كانت مخرجه في التلفزيون مخرج برنامج رساله كان اشهر برنامج زمان يعني في وقت ما انا كنت صغيره. ده كان اشهر برنامج اللي هو بتاع المشاكل كان غيروا اسمه كذا مره كان بالظبط كده بتاع فايزه واصف بالظبط كده. ف كنت بروح معاها الاستوديو كتير واحضر التصوير خلاص بقى الجو ده هو ده الجو بتاعي. ده المكان اللي انا عايزه ابقى فيه على طول. انا بعد لما كبرت بقى شويه ابتدت احس بقى ان انا عايزه اقول حاجه من ورا الاعلام ده من ورا حبي للاستوديو ده. انا عايزه اقدم خدمه للناس. نفسي اكلم الناس في حاجه تهمهم. نفسي احل مشكله حد. نفسي افيد حد باي حاجه. المكان ده جذبني الاستوديو بقى والجو الاعلامي. هرجع ليه لميس علي نجم بنت محافظ البنك المركزي الاسبق الراحل الكبير علي نجم. هل فعلا رئاسه الوزراء اتعرضت على الوالد؟ الرئاسة الوزراء واكتر من وزارة اتعرضت عليه وهو رفض تماما لان هو كان طول عمره قال انا موظف في بنك وانا اقتصادي لا 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 ملياش اي دور في السياسة. ورفضها اكتر من مرة لان هو كان شايف ان دوره الصح في الاقتصاد في البنوك في مجال البنوك. يعني انا كصحفي اعرف ان هو كان راجل دغري مباشر حارب شركات توظيف الاموال ما بيحبش الواسطه في شغله خالص. بس انت مصرفيه. مصرفيه بس هو ما ساعدنيش في اي حاجه للاسف يعني. انت رحت قدمت كده صدقني هي دي كانت اكتر حد ساعدني. فوجئ بكده او في اكتر من مره اضطريت اسيب مكان لان هو مش عاجبه المكان. يعني مش موافق على المكان اللي انا راح اشتغل فيه بضطر ان انا اسيبه. وهو ما ساعدنيش في اي وظيفه انا لجأت لها او اي حد من اخواتي. ما كانش اي سبب لدخوله في الوظيفه او وصوله لاي منصب. لميس علي نجم خدت ايه من علي نجم؟
طبعا بحاول اخد منه حاجات او بحاول امتثل ليه. يعني احنا اربع اخوات، انا وخالد مهندس وعلياء ودعاء، احنا التلات بنات كنا اشتغلنا في البنوك، مع ان دعاء حقوق التحقت برضو بمجال البنوك وعلياء برضو التحقت بالبنوك، بس احنا الاربعة بنمثل حاجات بسيطة منه، بنحاول نوصل للي هو فيه. طبعا كان دغري جدا، كان صريح واضح السهل الممتنع، مهما كان تعبان عمره ما قفل بابه في وش حد. يعني كتير جدا يبقى داخل مش قادر، صحفي يتكلم، حد عايز يعرف حاجة. أنا بحب الصحفيين من طريقة تعامله معاهم، يكلم الصحفي ويشرح له لا ده السؤال ده غلط، أنت تسأل السؤال بالطريقة دي، مش مجرد أن هو بياخد السؤال ويرد عليه، لا ده يعني كان سلم ممتنع فعلا. خليني أروح لنهى نجم، وإحنا بنبحث في تاريخ العيلة وأحدث أخبارها برضو عرفنا ان عملتم نادي مختلط في احدى القرى في الشرقيه. ده كان زمان فعلا. لا يعني ازاي قدرتوا تعملوا حاجه زي كده؟ مش ده ضد التقاليد والعادات في الشرقيه كمان؟ لا ما هو حصل تقدم بقى مع الاجيال. ده اتعمل امتى؟ من قد ايه؟ لا ده بنتكلم من 15 سنه مثلا. كان اللي قائم على اداره النادي ده كان سيدات من الموجودين في الزقازيق وموجودين في فاقوس والعباسه والعزبه. فكانوا هم اللي اقاموا النادي ده. وانا سالت والدتي امبارح، قالت لي فعلا لان ده كان اكتر كمان من 15 سنه. رابطه العيله اسمه رابطه العيله بالظبط. طب انتوا بتروحوا تتواجدوا فيه، بتقعدوا هنا ولا عاملين لنا الناس؟ لا هو مش نادي بمعنى نادي ان انا هروح العب سبورت، مكان قاعده يعني. لا بنتجمع، وكان في تجمعات دايما، وكنا دايما عامه اجازه العيد كان عندنا كلنا مفضله ان احنا بنروح البلد، وادر في العزبه في العباسه في اي بلد، كنا ده المتعه بتاعتنا ان احنا بنطلع كلنا الاجازات للبلد عندنا. ده كانت المتعه. دلوقتي طبعا مع التطور ومع كبرنا وكثرة الدنيا، فبرضك اجازاتنا بنستمتع ان احنا نقضيها مع بعض. يعني احنا كل جمعه لازم الاسره بتجتمع، ما بتيجي الخلان. بتتجمعوا فين؟ في الشرقيه ولا هنا؟ لا في بيوتنا هنا في القاهره. في بيت في القاهره. يعني انا لغايه دلوقتي بتجمع انا واخواتي وامها واكثر من حد في بيت والدي الله يرحمه، بنتجمع اسبوعيا. طب نزولكم للشرقيه يا مها، مركز العيله، هو الحقيقه انه مش كتير بصراحه. يعني حضرتك عارف طب ازاي بتتابع الاراضي والفدادين دي والحاجات؟ لا حد يسيب الارض كده يتبني عليها وتبيع؟ لا احنا كنا معتمدين على ايه؟ على دايما يعني احنا انا وولاد خلاني وولاد العيله كلهم بنعتبرهم اخواتنا، رجاله العيله. هم بقى المسؤولين عن الاراضي، هم بقى عليهم ان هم يتعاملوا مع المؤجرين، يتعاملوا يعني مع يسرعوا السنه دي، يشيلوا ايه جناين المانجا، مش عارفه ايه الكلام من ده، وهم يجيبوا لنا الايراد. ايوه والدي انا كان بيحب كان علينا كده ان هو بيرتاح نفسيا لما بيروح هناك. يعني كان لو عنده اي ضغط او ستريس من الشغل كان لما بيروح هناك بيخف من من المنظر بتاع انت مجرد حاجه تقعد في البيت اللي انتوا صورتوه بالكاميرا بتاعت حضراتكم، هتلاقي المنظر مفتوح قدامك، مفيش اي عائق، مساحات خضراء قدامك ومفيش على مدى تشوف، انت مش شايف غير اخضر. احمد بيه انا جنبي برضو ثلاث امارات فلازم ياخدوا مساحه. بس هرجع لك لازم وثلاثه مع عثمان. هل بنات العيله بنات نجم العيله بيناسبوا من عائلات نجم ولا من اي عيله؟ هو نسبه كبيره جدا ان احنا بنتجوز من بعض، نسبه كبيره بجد. ولذلك حتى تلاقي ايه ده انتوا بقيتوا جماعه ولا ايه؟ لينا شكل معين. لا والنبي اوعى لو النبي نفتح كده الجماعه دي يعني. لا خلي الثروه تتوزع برضه. انما عاملين احتكار. بنحتاج يعني هو بجد بنتجوز الاقي كتير جدا من العيله. على فكره حضرتك عارف الاجيال الجديده شويه مش بنعرف العيله قوي زي الجيل اللي قبلينا. نعم. بس يعني بيجي فرح بيجي عزا فبنتجمع. بلاقي انا بجد انا في مناظر يعني بقعد اضحك ساعات، ايه تأملنا كلنا اسطمبه واحده كده ليه؟ يعني ايه الشكل الموحد للعيله؟ يعني ساعات بحقيقي بروح اماكن بتقولي في العيون ملونه والوجه ابيض مشوب بالحمره. لا انا في حد عرفني الشعر الاصفر، في حد عرف ان انا ومها قرايب. انزلوا الى عائلات نجم في الشرقيه، ابتعدوا عن المنصوره هذه الفتره، انطلقوا يعني. لا والله معاهم فلوس واراضي لينا شكل. لا احنا غلابه، احنا طيبين ومتربيين قوي. احنا عارف كلمه حضرتك اللي انا اللي ببقى فخوره وسعيده بيها بجد، عارف كلمه ولاد اصول؟ الاصول دايما في ناس تقول لك ايه ده ابن ناس كويسين،
مش بالغنى، بالاصل الطيب، باللي اهله عرفوا يربوه ويقولوا له ده غلط وده عيب وده حرام وده حلال. فاحنا بجد انا بعتبر ان احنا اولاد اصول. ربما ده يا مها كان احد الاهداف الرئيسيه للمخصصين حلقه في هذا البرنامج اللي هي حلقه كل سبت، بنعرض لعيله بنقول للمصريين ان مصر دوله اصيله، يعني ده حقيقي. ما هي مصر رائعة. هي كل هذه العائلات بالظبط يعني بتحسها في الازمات. اه يعني ما هي دي العيله الجذر. أيوة. يعني خليني ارجع لاحمد بيه سلطان. هل صحيح العيله مسجله في ديوان رئاسه الجمهوريه اذا لا قدر الله حصلت حالات وفاه؟ ده اقل تقدير من رئاسه الجمهوريه ان تسجل عائله نجم في. انت عايز ايه؟ تدفع فلوس على راس اقل تقدير العيله اللي منها هذا الكم من الكفاءات، العيله اللي منها هذا الكم من التضحيات. نعم. العيله اللي فيها هؤلاء الذين اسهموا في الحركه الوطنيه. احنا عندنا 16 لواء في القوات المسلحه. نعم. 17 لواء شرطه موجودين، واكثر من 30 طبيب موجودين. يعني واساتذه الجامعه بلا عدد. واعلاميين واقتصاديين ودبلوماسيين. ودبلوماسيين بالصف. وضباط جيش. والاكثر من هذا ذاك هنحجز حاجه للاخر. اللي هو مسك الختام ان نذكر اسماء الشهداء من اسره نجم. الشهداء في حرب مثلا 73 في 67 73 ناس استشهدوا على اعلى مستوى. فاروق نجم استشهد في الضفة الغربية من في الضفة الشرقية من القناة وأدى أعمال رهيبة، وفي دفعة خرجت من الكلية الحربية باسم الشهيد فاروق نجم. ما شاء الله. الشهيد وفي قاعة يا نهى برضه في الكلية الحربية مدرسة اتعملت باسم مدرسة الشرقية ومدرسة في نفس البلد. في فاقوس. وفي قاعة في الأكاديمية اتسمت باسم في فاروق نجم. أكاديمية في الجيش قاعة باسم فاروق نجم. والشهيد الآخر الطيار محمد نجم. نعم. الذي استشهد وهو بيؤدي تدريبات في حرب 67. عندنا كمان اكتر من هؤلاء. في ابن من ابنائنا قطعه دراعه موجود في عزبه ابو نجم، كنت اتمنى انهم يقابلوه هناك. مقطوع دراعه في حرب 73. نعم. في الاسير الكبير العميد نجيب نجم الذي اسر في 67 وفي 73 وكان صورتي في جيبه. فمفيش مجال حضرتك ممكن تناقش. هسمع القصه دي بس في كل المجالات. هو اسر وكانت صورته في صورتك. كان هو ما كانش لسه اتجوز ولا خلف. فكانت صورتي انا، كان بيعتبرني بنته الكبرى يعني. او انا اكبر واحده في الاولاد يعني. شوف بقى من سنه كام. لا ما كان عندها سنتين. لسه صغيره. 67 فقست نفسي. ماشيه 73 فقست نفسي كده خلاص. وبعدين الاسرائيليين هم اللي فتشوه طلعوا الصوره. قلت لك ما تتكلميش كتير، الكلام كتير بيعمل غلط. بتاع زمان كانوا بيحاولوا دايما ياثروا على الناس، ظباط يعترفوا او يكتبوا اعترافات او كده، بالتاثير بقى بالاطفال بتاعهم او ازواجهم زوجاتهم او كده. قالوا دي بنتك؟ قالوا لا. قال لهم دي انا صوره عجبتني وخدتها حطيتها في جيبي. مش بنتي ولا حاجه ولا حد ولا اعرفها. اديك اديت معلومه للموساد اهي على الهواء. سجلوا. عيله طيبه خالص 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 يعني. حبيبي توفى. ذكرياتك ايه مع العيله استاذه لميس؟ لميس ذكرياتي كلها كويسه جدا مع العيله. بحب طبعا البلد. انا في بلد تانية مختلفه عن نهى ومها. انا في حته تانية جنب العباسه اسمها كفر ابو نجم. دي المكان اللي والدي اتربى فيه ونشا فيه، واحنا عندنا بيت كبير هناك ولغايه دلوقتي بنروح دايما. في المناسبات، للاسف المناسبات الغير ساره اللي بنروح دايما، بس عامه بنروح كتير يعني. بنحاول نودهم وبيودونا، ولسه لغايه دلوقتي الصله ممتده لان لنا عمام ولنا واولاد عمام عايشين. هم دول موجودين بقى في الشرقيه. موجودين ولسه عايشين هناك ولسه الصله موجوده. وزي ما حضرتك قلت لك، وزي ما قلت لك ان احنا كلنا كان برضك من والدي دايما بيحب التجمعات دايما، ولغايه دلوقتي احنا مستمرين يعني. والدي توفى بقى له 9 سنين ووالدتي 7 سنين، ولغايه دلوقتي احنا ماشيين على النظام بتاعه اللي هو كل جمعه بنتجمع مع بعض كل المناسبات هنا في القاهره. لكن احيانا بتنزلوا بنروح الشرقية. لا دي من الحاجات كتير. اللي فعلا انا بحترمها قوي في لميس. اصرارها على تجمع الاخوات والعيله
في البيت العيله يوم الجمعه. ايه الجمعه ده؟ تتجمعوا انتوا كده؟ الجمعه مش قادره اقول لك. بيبقى بتتجمعوا يوم ايه عشان اجي الجمعه؟ الجمعه يعني الغزالي حرب كان هنا وقال لي على اليوم. يوم الجمعه هي ايه فكره العيله؟ ان احنا بنتجمع سبع ايام اجيب فريق الاعداد وننتشر. اتفضل تنورونا وتشرفونا. تنورونا بيت كرم. مش قادره اقول لك. تنور تنور في اي وقت. والميزه انا مره كنت بكلم لميس، دي مش هنسى الموقف ده، وكانت هي في امريكا. وبعدين بقول لها لميس اخبارك ايه يا لوموس، واحنا مدلعه يقول لها لوموس، فاخبارك ايه؟ يلا اسم الدلع طلع على الهوا. اسم الدلع طلع على الهوا. وبكلم معاها. طب نوع بتدلع انا لازم اجي؟ لا نهنو لينا حبيبي. فقلت لها اخبارك ايه وبتاع وجايه امتى؟ قالت لي لا انا لازم اجي يوم الخميس عشان قبل الجمعه، عشان الجمعه ميعاد تجمعنا. قلت لها ايوه بس انت، قالت لي ما لحقتش اعمل حاجه، بس مش هكمل اي حاجه عشان تجمعنا يوم الجمعه. يعني اللي هي رائع ان انتوا محافظين على لمه العيله دي رغم الاحداث. لا اكيد. قبل ما ارجع لحضرتك على الشجره، تفتكر الاحداث اللي فاتت او مرت بها البلاد في الثلاث سنين فرقتكوا جمعتكوا؟ هل انقسمتوا زي ما الشارع المصري انقسم؟ اتفضل يا احمد بيه. شوف حضرتك، الواقع واقع في كل مكان. واللي حصل واللي عملوه اخواننا هؤلاء ينطلي على الجميع. كانوا من بعض برضه. ينطلي على الجميع. يعني في البيت الواحد ناس منحرفة يمينا أو يسارا. يسارا ما عادش في حد، كله منحرف يمينا أو الأقلائل. لكن مهما كان برضو على الأصل دور، يعني احنا أقل العائلات. لا مفيش تفرقة في العائلة أصلا خالص. يعني إن شاء الله في شم نسيم عندي تجمع بيبقى فيه 300 400 500 واحد من الأسرة. مفيش عندنا حاجة اسمها تأثير في الشرقية. اسمع لي اسمع لي والشرقية. اسمع لي. لا التجمع بتاع شم النسيم بتاع بعد بكره ده فين؟ اسمع لي. حضرتك راسم على حاجه. احنا رايحين يوم الجمعه. اسمع لي. عازمين يوم الجمعه. هنروح ليه؟ لميس نيك. خلاص احنا وفريق الجمعه. هتلاقي الجمعه الاثنين بعد بكره يا شم النسيم ان شاء الله نطلع على الاسماعيليه. هتلاقي خدات قالت نيك. تعالوا عندنا نور. كل خدات. تعالى اهو انا وبها عازمينك. نضرب بتاع محمد نيك. ايوه. ورا حضرتك شجره العيله. اتفضل. وعايز حضرتك تكلمنا عن هذه الشجرة. فضل. يعني فضل. الشجرة دي اهي من الاعمال. اهي يا استاذ النور قدام. بس احمد بيه بص. عايز اعرف مين اللي عملها. بدأت امتى؟ الشجرة دي بدأت بشجيرة. شجيرة تصغير شجرة طبعا. عملها واحد اسمه ابو بكر نجم. و اكمل المسيرة مهندس زراعي اسمه صبري نجم. اكمل المسيرة بامانة ونزاهة، وانه اتصل بجميع الفروم. ابناء الاسرة. وحط فيها جهد رائع. اصبحت مرجع. حتى انه ابنك الصغير لما يبص للشجرة ويقعد يقول له ابويا هنا هو وانا هو، ده يقرب لك ايه؟ ينزل كده فرع ويطلع تاني فرع، يبقى ابن عمك. مرحلتين. عفوا اتفضلي. هي بس اصل انا متهيألي ان هو مش هتبان قوي التفاصيل الصغيره بتاعت ورقه الشجر. هو كل ورقه الشجر. لو سمحتوا تكبروا هيبقى عليها اكتر رسوم كده على حاجات. يعني عشان ممكن تبان انها شجره. عشان تبان الاسماء والبذور. يعني هو برضه من ضمن الموضوع عشان خاطر حضرتك يعني فتحتنا على الاخر. اتفضل. ان الاخت او بنتي مها محتجه ان الشجره تحوي الرجال فقط. انا كنت مستنيه حضرتك تخلص الكلام. طب ليه بحقك؟ حقها. انا يعني متضمن معاك. الشجره دي يعني هي شجره جرداء لا زرع فيها ولا ماء كده. يعني طب. شكلها وحاسه ده حتى عيني كتفه كلها حاضره معايا النهارده. انا حتى الشجره نوع لميس مها انا بوعدها ككبير زراعيين في الأسرة ان ان شاء الله دي ان شاء الله هتثمر سيدات وانساء. هم دول السماء ما اسمرتش لغايه دلوقتي. طب عايز اعرف الستات ولا الرجاله اكتر في عائلات نجم؟ لا تقريبا تكافؤ. ده حاجه طبيعيه ربنا خلقها. انما هو اللي عمل كتب الرجال. كبروها اهي. ومنتظر ان شاء الله دي شجره ذكوريه. ورق اوراق فقط. انما ان شاء الله لما تثمر هيبقى اوراق. هتبقى الاوراق جنبيها ثمار. هو عايز يهدينا يعني فيقول ان احنا الثمار. الثمار بتاعت الشجر. وخير الثمار ان شاء الله. خير الثمار. احنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم ومع عائله نجم اللي بتشرفنا النهارده، ونبدا نستعرض البوم الذكريات.